السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ثقف نفسك. هنعمل مع بعض النهارده طاجن الكوارع في الفرن بطريقه بسيطه. في البدايه هنسلق الكوارع، هنجيب البهارات بتاعتنا وهي عباره عن حبهان، هنحطه في الحله ونحط عليه البهارات المشكله بتاعتنا، بهارات مشكله بقى اللي احنا بنستخدمها، هنحط عليه قرفه كمان وملح. طبعا كل واحد بيحط البهارات بالشكل اللي هو متعود عليه. احنا الجديد عندنا ان احنا هنحمر البهارات دي على النار لمدة دقيقة بس، على نار هادية علشان نكهتها تطلع اقوى ونستفيد بيها كويس. بعد كده هنروح نازلين عليها بالكوارع. الكوارع ده بتاعنا احنا طلبناه وقطعناه تقطيع صغير ونضفناه كويس قوي. بعد كده هنحطه يتشوح شوية مع البهارات، تمام كده. هننزل بقى عليه بميه مغليه، ولازم تكون الميه مغليه علشان الكوارع تستوي كويس وما تجلدش، لازم الميه تغطيها زي ما احنا شايفين كده. وطبعا لو احتاجنا نزود ميه في السوى هنزود ميه برضو مغليه. هنحط بصلايه وهنحط معلقه صغيره بيكربوناته علشان تسرع في السوى، وهنغطي الحلة ونسيبها على النار تستوي لمدة تقريبا 3-4 ساعات. هنجيب حلة تانية صغيرة نحط فيها شوية زيت، وهنحط عليها بصلة متقطعة، بصلة كبيرة متقطعة شرايح، وكمان فصين توم كبار متقطعين شرايح، وهنشوحهم شوية على النار. وبعدين هنحط بابريكا وبهارات مشكلة وملح، هنقلبهم شوية على النار. احنا كده بنعمل الصلصة اللي هنحط فيها الكوارع بعد ما تستوي علشان نحطها في الطاجن. هنجيب بقى عصير طماطم ونحطه عليها، حوالي 2 كوباية كبار عصير طماطم، طماطم عادية فريش وضربينها في الخلاط. هنسيبها تغلي على النار غلوة، وبعد كده ننزل عليها بالكوارع بعد ما استوت، تمام كده. هنسيب بقى الكوارع تغلي كمان غلوة أو غلوتين مع الصلصة قبل ما نحطها في الطاجن. وبعد كده نجيب طاجن حجمه مناسب وننزل الكوارع بالصلصة بالبصل بكل حاجة، ننزلها في الطاجن بتاعنا. وبعدين هندخل الطاجن ده الفرن لمدة نص ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع، طبعا هتتابعيه في الفرن لحد ما يتسبك ويبقى شكله بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. ده شكله بعد ما طلع من الفرن، جربوه إن شاء الله هيعجبكم، وألف هنا.